الاسبوع الخامس للسيزون 4 نزلنا فيه تحديات الاسبوع الخامس وتحديات والفرين السكن السرين الاسبوع الخامس، ولكن هلا صفينا عنا الاكس بي للاسبوع الخامس. ان شاء الله بهذا الفيديو رح اشرح لك عن اماكن الاكس بي للاسبوع الخامس كلياتها بالنسبه للازرق والباربل والاخضر، وفي معنا طبعا جولد. فاذا انت اول مره عند تشاهد فيديو على القناه يا ريت تشترك، تفعل زر الجرس، تحط لايك، تكتب كومنت حلو برايك لانه رايك بيهمني جدا. كود دعم بالاتم شوب نيمو 9، لو حابب تدعمني بتشكرك جدا. ويلا مع بعض، فلا والله بسكان الطابه الارضيه وفيديو جديد. بالنسبة لأماكن الإكس بي للأسبوع الخامس للسيزون 4 مثل مزارة أمامكم على الخريطة هي جميع الأماكن، في معنا 1 جولد و2 باربل و3 أزرق و4 أخضر، هذول هن جميع الأماكن بالنسبة للإكس بي. طبعا الإكس بي تعودنا إنه هلا صار عم ينزل معنا جولد من الأسبوع الرابع والأسبوع الخامس، صار عم ينزل معنا جولد بكل أسبوع. الجولد بيعطيك إكس بي كتير، فإذا أنت ما بدك تروح تجمع كل الإكس بي بنصحك بس تروح تاخذ الجولد والباربل لأنه أهم شيء فعليا، يعني الجولد والباربل كتير مهمين. وطبعا الأخضر والأزرق كمان بيعطوك إكس بي ممتازين جدا وكويسين لحتى تلفل، اذا بدك تروح تاخذهم كمان شوفهم. انا هلا طبعا رح اتركك مع مقطع صغير برجع جميع اماكن الاكس بي. تشكركم كلياتكم على الدعم الخرافي يا شباب، شكرا لكم، حملتنا نوصل ل 20,000 قبل نهايه السنه، يا ريت تدعمون فيها بالاشتراك بالقناه. رح اترككم مع مقطع صغير وبرعايه الله. You.
sees my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.